تاريخ 3 أكتوبر من العام 2002 يوم كان قد شهد وضع حجر الأساس لمشروع مدينة سلمان الإسكانية الذي رأى النور في سنة 2018 ليطل بمواصفاته العصرية النموذجية على المستفيدين منه. فعلى مساحة 740 هكتارا نهضت مدينة سلمان لتضم 3000 وحدة سكنية وزعت على 6 ضواح بطاقة استيعابية بلغت ما يزيد على 90,000 نسمة. هي ثمرة نضجت بعدما تم زرع غراس بذرتها في يوم 3 أكتوبر من العام 2002، أي التاريخ الذي شهد وضع حجر الأساس للمدينة الشمالية التي سميت فيما بعد بمدينة سلمان، تيمنا باسم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، وتقديرا لجهوده الحثيثة والمخلصة ومساهماته النوعية والمتميزة في رفعة البحرين ونهضتها. مدينة إسكانية نموذجية بان طيفها لتنضم إلى قافلة المشاريع والمكتسبات الإسكانية التي تضاف إلى سلسلة المنجزات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتقوم مدينة سلمان نتيجة الجهد والعمل الدؤوب الذي تبنته وما زالت تتبنى تنفيذه وزارة الإسكان ببناء 40,000 وحدة سكنية شكلت كومضة يشع نورها في سماء مسيرة الإسكان التي تمتد إلى ما يقارب 60 عاما. هذه المسيرة التي تضم بين ثناياها عناوين بارزة تقدم حكاية العديد من المدن الإسكانية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة. تطبيقا لمبدأ الاستدامة في جميع المدن الإسكانية المتطورة وتنفيذا للهدف الأممي 11 من أهداف التنمية المستدامة 2030، بنيت مدينة سلمان وكشبيهاتها من المدن الأخرى بالشكل الذي يتماشى مع برنامج الحكومة، لتصبح المدينة نموذجا يحتذى به في تشييد المدن الحديثة، لتتوافر فيها العديد من خدمات المواصلات والطرق وخدمات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والدينية والرياضية، فضلا عن الخدمات العامة والحدائق والواجهات البحرية وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وممرات خاصة للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، بما يسهم في ترابط النسيج الاجتماعي لقاطنيها بشكل قوي بامتدادها الواقع في الجزء الشمالي الغربي من جزيرة البحرين. وعلى مساحة 740 هكتارا نهضت مدينة سلمان لتحتوي على 3 هضاب صناعية وعدة شواطئ بحرية، إضافة إلى 3000 وحدة سكنية وزعت على 6 ضواح وبطاقة استيعابية بلغت ما يزيد على 90,000 نسمة. مشروع نجح بمعاييره الهندسية المثلى، إذ تم ربطه بشبكة متطورة من الطرق والجسور ليكون على مقربة من مراكز الخدمات الرئيسية التي توفر الاحتياجات اليومية الأساسية لسكان المدينة وزوارها. لتلفزيون البحرين، محمد أرشادات.